بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: ألف ألف في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، في سورة الأحزاب. أرجو أن تشرحوا هذه الآيات وما المقصود بالأمانة هنا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمانة في هذه الآية المراد بها أمانة التكاليف الشرعية من أداء الواجبات وترك المحرمات والالتزام بما أحل الله وترك ما حرم الله، لأنها أمانة بين العبد وبين ربه عز وجل. فالمسلم مؤتمن على دينه، والله جل وعلا في هذه الآية يخبر عن شأن عظم الأمانة. يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. عرض الله على هذه المخلوقات أن تتحمل الأمانة، عرض تخيير لا عرض إلزام. فاختارت العافية، قالت: ما لنا إذا قمنا بها الأجر، قال لكم الأجر، قال: وإذا لم تقوموا بها عليكم الإثم. فآثروا السلامة وأشفقنا منها، خفنا من حمل الأمانة ألا يؤدينه على الوجه المطلوب فيعاقبنا. وحملها الإنسان الذي هو آدم وذريته، تحملوا هذه الأمانة وآثروا جانب الغنيمة على جانب الإثم، آثروا جانب الأجر على جانب الإثم، فتحملوا هذه الأمانة. فمنهم من قام بها ومنهم من ضيعها. ولهذا قال في الآية التي بعدها: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. الله أخبر أنه من أدى هذه الأمانة ظاهرا وباطنا فإن الله يتوب عليه ويغفر له ويجزيه الأجر العظيم من فضله وإحسانه. هذا في حق المؤمنين والمؤمنات الذين تحملوها ظاهرا وباطنا. ثم قال عن الذين تحملوها ظاهرا ولم يتحملوها باطنا وهم المنافقون: يعذب الله المنافقين والمنافقات. وكذلك من ضيعها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، وعد توعدهم الله بالعذاب. هذا والله أعلم معنى الآية ومدلولها. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يقول لي استفسار في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والثبوت على الحق. هذا فضل من الله عز وجل من بها على من يشاء من عباده، يوفقه ويثبته على الحق. وأما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد فهي حاصلة لكل مخلوق، لكل إنسان، من كافر ومسلم ومن منافق ومؤمن، كلهم هداهم الله، بمعنى أنه بين لهم الحق ووضحه لهم، ولكنه لم يوفقهم لقبوله الثبات عليه عقوبة لهم لما أعرضوا عن الله ولم يرغبوا في الحق. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. جزاء لهم حرمهم الله من هداية التوفيق والثبات على الحق. نعم. يقول: عندما يطلب الإنسان الهداية من الله إلى الصراط المستقيم، الهداية هل هي هداية واحدة أم مراتب؟ كما ذكرنا، الهداية هنا المراد بها هداية التوفيق والثبوت على الحق بعد هداية
الدلالة والإرشاد. نعم. هذا السائل محمد يقول: بعض المدرسين يا شيخ أثناء المراقبة على الطلاب في أوقات الاختبارات يجلسون للسواليف ويتكلمون طول الفترة ويهملون المراقبة ولا يسلم الطلاب ولا يسلم الطلاب من إزعاجهم، ما الحكم في ذلك؟ هل هذا من التقصير؟ هذه مسألة نظامية يراجعون فيها المسؤول عن الاختبارات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في المرابحة حيث يقوم المصرف بشراء السيارة للزبون بالطريقة التالية: يرسل المصرف الشخص إلى المعرض ويختار السيارة بنفسه، ومن ثم يرجع إلى المصرف ومعه فاتورة السيارة التي اختارها، ومن ثم يقوم المصرف بشراء السيارة ويقوم ببيعها لي بالمرابحة، مع العلم بأنني أستلم السيارة من المعرض بعد شراء المصرف للسيارة ولا يقوم المصرف بنقل السيارة إلي. هذا احتيال على البيع، على بيع ما لا يملك. السيارة ليست له وإنما هي للمعرض، فأنت تذهب وترى السيارة التي تصلح لك ثم يشتريها لك، ما شراها له، اشتراها لك وسلم ثمنها نيابة عنك على أنه قرض بزيادة، وهذا ربا. واجب أن تكون السيارة في ملكه قبل أن تطلب منه أن يبيع عليك، تكون السيارة في ملكه، تشتريها منه وتستلمها. أما أنه ليس عنده سيارات ويروح لسيارات الناس ثم يشتريها لك يسلم ثمنها على سبيل القرض بزيادة، فهذا هو الربا وهذا حيلة إلى الربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لمؤخر الصداق، ما حكم مؤخر الصداق إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بعد عدم العشرة بينهما؟ هل يوفى بهذا الصداق؟ نعم، الصداق حق للمرأة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو حق للمرأة بما استحل من فرجه، ومقدمه ومؤخره، إلا أن تهبه له تتنازل أو تتنازل عن شيء منه. وحتى لو طلقها الصداق لها يؤديها المؤخر لأنه حق لها، إلا إذا كان تطليقه لها على أن تعفيه من مؤخر الصداق، هذا يكون طلاقا على عوض، يكون طلاقا على عوض، يحل له ذلك. نعم. يقول هذا السائل: زوجتي ما صامت رمضان في العام السابق لأنها كانت حامل منذ ذلك الوقت ولا تستطيع القضاء لأنها لا تزال ترضع الولد، ماذا عليها، علما بأن الحليب يقل عندما تصوم القضاء؟ ما دامت أنها لا تستطيع القضاء إما لمرضها وإما حاجة الطفل إلى الحليب فإنها تعذر في تأخير القضاء، ويبقى القضاء في ذمتها، إذا استطاعت وزال عذرها تقضي، ولا شيء عليها غير ذلك. نعم. إبراهيم مصطفى يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ترك العمل خوفا من العجب به والرياء مع اليقين بالنفس بأنها تحب العجب؟ هذا من وساوس الشيطان. المسلم لا يترك العمل خوفا من الرياء، بل يعمل ويخلص لله عز وجل، ولا يترك العمل خوفا من الرياء، هذا من الشيطان. استعين بالله عز وجل ويأتي بالعبادة والطاعة خالصة لوجه الله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنه الرياء إن شاء الله. نعم. يقول: إذا دعاني والدي للطعام وكنت صائما صيام تطوع، فإن أخبرته حزن لصيامي، وإن لم أخبره استغرب رفضي، فماذا أعمل مأجورين؟ أخبره ولو استغرب لصيامك، هذا لا يضر، ما دمت أنك قائم بحقه ولم تقصر في بره وتصوم، فإذا أخبرته بذلك لا حرج عليه، بل ربما يسر بذلك ويؤجر عليه إذا أقرك على هذا وأعانك عليه وفرح به. نعم. يقول هذا السائل مصطفى: يا فضيلة الشيخ، أيهما أفضل في البيع والشراء وفي التجارة، أن يكون لي شريك أم أكون لنفسي وحدي في البيع والشراء؟ كله جائز، إن أردت أن تبيع تشتري منفردا أو أن تشارك أحدا في البيع والشراء، هذا راجع لاختيارك أنت والأسهل عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أحمد: بالنسبة للحذاء الصندل، هل يجوز لبسه وأنا محرم؟ يلبس المحرم جميع أنواع الأحذية، لا حرج في ذلك، يلبس الحذاء الذي يناسبه ولا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: بالنسبة للطواف والسعي على العربية، هل يجوز، علما بأنني والحمد لله سليم
الفخذين مجرد بأنني أعاني من احتكاف الفخذين؟ الأصل أنك تمشي في طواف السعي، وإن احتجت إلى الركوب أو إلى أن تحمل على العربية عند الحاجة لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، هذا سؤالي، يوجد بمنزلي حمام يطير علينا من الجيران، ليس لي ولا لجيراني، ويسكن بشرفة منزلي، وأتعب من الوساخة من فضلاته، هل يجوز أن أتخلص من هذا الحمام بإهلاكه؟ تدفعه بما تيسر، تعمل على الفتحة أو الطاقة التي تذكر، اجعل عليها شيئا من الشباك يمنع دخول الحمام فيها. نعم. هذا الأخ أمين يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تناول حبوب منع الحمل بالنسبة للمرأة؟ إذا احتاجت إلى ذلك وأشار عليها الطبيب به فلا بأس بذلك. نعم. أيضا يسأل ويقول هذا السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل القراءة من المصحف الإلكتروني مثل القراءة من المصحف؟ لا بأس بذلك، كل ما يعينك على قراءة القرآن سواء كتابة المصحف أو على الآلة الإلكترونية كما تسميه كله لا بأس به، تنظر الآيات من المصحف أو من غيره من الشاشات أو الجوال أو ما كتب عليه القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته بعد الخطبة علما بأنهم بوجود محرمها؟ والسلام عليكم. نعم، لا بأس إذا خطب امرأة أن ينظر إليها، يدعوه إلى الرغبة فيها بحضور وليها، انظر إلى وجهها وكفيها، هذا مرخص فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لأنه مظنة الرغبة والاستمرار في الزواج. نعم. السائل محمود يقول: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، هل نقول في ظل العرش أم في هذا ظل الله؟ نقول كما جاء: يظلهم الله في ظله، على ما جاء، ولا نقول ظل كذا أو ظل كذا، نغير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث يقول: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هل هو وارد؟ نعم، هذا وارد ولا صحيح أيضا، وهذا نفل مطلق لا ارتباط له بالعصر، ليس راتبة للعصر، وإنما هو نفل مطلق بعد الأذان. نعم. السائل فاء نون ألف يقول: نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد، فنصلي عليها قبل الذهاب بها للمسجد، فأنكر علينا بعض الناس بقول: الصلاة الأولى فرض كفاية وما بعدها سنة، ماذا نفعل؟ لا بأس بذلك، تصلي على الجنازة والأمر واسع، تصلي عليها وحدك أو مع الجماعة في المسجد أو خارج المسجد، كله جائز والحمد لله، حتى لو احتاج الأمر إلى الصلاة عليها في المقبرة قبل الدفن لا بأس بذلك، الأمر واسع في هذا. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أبلغ من العمر 27 وقد مضى علي سنوات الحقيقة دون أن أصلي ودون أن أصوم، ولكنني في هذا العام عازم على الحج، فماذا أعمل وماذا توجهونني؟ مأجورين. لا بد أن تتوب إلى الله عز وجل من ترك الصلاة والصيام، لأنهما ركنان من أركان الإسلام، ولا يصح منك حج ولا غيره من العبادات إلا بعد أن تحافظ على الصلاة، على الصلوات الخمس، فعليك بالتوبة إلى الله، ثم تحج بعد التوبة، تتوب إلى الله وتحافظ على الصلاة، تحج وتستمر على التوبة ولا تترك الصلاة طول حياتك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من حج يقول قارنا، هل يجب عليه هدي؟ نعم، بلا شك يجب عليه هدي، لأنه جمع بين حج وعمرة، والجمع بين الحج والعمرة يكون تمتعا، الله جل وعلا قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هو جمع بينهما فصار متمتعا فعليه هدي التمتع. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ عن حكم لبس الخاتم في الأصبع السبابة بالنسبة للمرأة. تلبس الخاتم على حسب ما عرف البلد، تلبس الخاتم على حسب عرف البلد، ما تلبسه المسلمات في البلد. نعم. أيضا من أسئلة السائل يا فضيلة الشيخ يقول: كيفية الاستخارة ومتى يكون الدعاء فيها أفضل، هل هو قبل الصلاة أم بعدها؟ كيفية الاستخارة أنه إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل يمضي فيها أو يتركه، إنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعدهما بعد ما يسلم، يدعو بالدعاء الوارد
الوارد المسمى دعاء الاستخارة. نعم. أبو زياد يقول فضيلة الشيخ، يقول أنا مدرس وكنت متهاون الحقيقة في عملي، والآن تبت إلى الله حيث أنني كنت مقصر وأخذ راتبي كاملا، ماذا يلزمني الآن؟ التوبة لا بد منها، والتهاون في العمل هذا غش، عليك التوبة إلى الله. وإذا أخرجت قدر ما تظن أو يغلب على ظنك أنك لا تستحقه وتصدقت به تخلصت منه، فهذا لا شك أنه أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة أم عبد الله تقول عندنا خادمة واشترطت علينا أن نحججها وطلبت منا أن نكتب ذلك في العقد، فلم تسمح لنا الظروف ماديا فسافرت ولم تحج. نعم، خالفتم الشرط، خالفتم الشرط في هذا. المسلمون على شروطهم، فإن تيسر أنها تأتي على حسابكم وتحج وفاء بالشرط هذا أمر واجب، وأما إذا تنازلت هي ولم تطلب ولم تطالب بالحج فإنه لا حرج عليكم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. السائل له هذا السؤال عن الشروط التي يجب أن تتوفر عند عقد النكاح، وهل يكفي شاهد واحد في عقد النكاح؟ شروط صحة النكاح، أولا الولي، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا بد من ولي، ولا تزوج المرأة نفسها. ثانيا لا بد من الشاهدين يشهدان على العقد، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثالثا لا بد من الإيجاب والقبول الصادر من الزوج أو وليه أو وكيله، الإيجاب والقبول، الإيجاب الصادر من الولي أو وكيل الولي، والقبول الصادر من الزوج أو وكيله. وأيضا من شروط النكاح تعيين الزوجة، تعيين الزوجة يعني يقول فلانة ابنتي أو موليتي فلانة، إذا كان له عنده أو له عدة إناث أو عدة بنات لا بد يعين. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذه الأسئلة، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.